عندنا الفلفل الملون، البصل، الموتزاريلا، الجبنه، عندنا بقى ممكن جبنه بارميجان، ممكن جبنه رومي، او اللي مش بيحب مش لازم، هي بس تديها طعم لذيذ. عندنا الفراخ المتقطعه المشويه، صدور، وعندنا الباربيكيو صوص، وعندنا الهالبينو، فلفل حراق او الفلفل نبقى مخللينه. وطبعا عشان العجينه هيكون معانا الخميره، ومعانا دقيق، زيت، سكر، ملح، ويعني البهارات اللي هي بتبقى الميكس دي بتبقى حلوه قوي لما تعملوها في البيت، مش عايزين ان احنا نجيبها من بره. وزي ما اتفقنا قبل كده ان العجينه رخيصه مش غاليه، بس في البيت بتبقى ليها طعم احلى بكتير. اوكي كده هحطهم هنا مع بعض الاول شويه، الخميره تمام، واسيبها تعمل كده معاها. هنحط بقى السكر ورشه الملح، وهنحط شوية من البهارات، هنحط شوية من الزيت، بس ايه، هنكمل موضوع الزيت ده بعدين. وبعد كده اهو كده زود بقى الخميرة، شوية مية مش كتير، وهبدأ بقى في ايه بروسس العجن بتاعتنا اهو اهو. وهنسيبها تخمر، بنسيبها متغطية بعد ما نعملها لمدة نص ساعة لساعة إلا ربع متغطية، علشان إيه تعلى معانا وتتخمر. أنا إيه بصوا كل شوية بزود المية، طبعا اللي عنده عجانة بتتعمل أسهل أهو. هنحتاج بس شوية دقيق زيادة علشان إيه وقت العجن، ودايما نبقى بنزود. أيوة كده أهو، على قد كده. وبعدين ايه ازود شوية زيت عشان ما تلزقش، وايه ونوحد الشكل بتاعها. الحمد لله ما لزقتش خالص في ايدي زي ما اهو كده. اوكي، وهسيبها بقى ايه تخمر تتغطى. بصوا بقى زي دي كده طلع لكم اللي احنا عاملينها، بس دي انا هسيبها كده، وهتلاقوها عليت زي اللي احنا عاملينها هنا اهو. بصوا في واحده احنا عاملينها متخمره وجميله اهو. بصوا بقى انا عايزه ايه، هي معموله حلو جدا، انا بس عايزه اخدها ونعملها ايه كده. ثانيه بقى نحط ايه الباربيكيو كده. انا عملت العجينه، هنعمل اول حاجه التشيكن والباربيكيو اهو كده. نحط بقى معانا الخضروات اهو، نحط اللي بيحب المشطشط شويه هيحط الهالبينو، اللي مش بيحبه مش لازم يضيفه، ممكن يحط فلفل عادي، مش لازم يبقى فلفل مخلل يعني اهو كده، بس هي بتطلع حلوه جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي. وبعد كده هنحط الفراخ، نعملها بقى ايه من بره ومن جوه كمان كتجديد شويه ليها يعني كده. زين باربيكيو نبقى حاسين بيه كويس. اللي مش بيحب البصل مش لازم يعمل إضافة للبصل، بس أنا البصل بالنسبة لي حاجة مهمة جدا جدا بحبها قوي، فهتلاقوني دايما بعمل البصل. أوكي، بعدين بقى عندنا الجبن، هنحط بقى جبنة، رشة صغيرة من الجبنة البارميجان كده، طبعا الحر يعني إيه خليها تلزق شوية في بعضها، بس انتوا عارفين يعني احنا الحاجات دي ما بتهزناش. ومعانا بقى كده اهو جبنه الموتزاريلا كده، اخدوا معالقي كلها، ينفع كده يا ولاد؟ طب يلا تعالوا بقى اهو كده، هنحط بقى طبقه تانيه من الفراخ، وبعد كده نديها
الوش من الباربيكيو كده يخش يتحمر معاهم في السوا، وبرضو ممكن نبقى نرش بعد السوا لان الباربيكيو بيبقى جاهز. بص انا هعمل هنا كده بالزيت شوية علشان ايه، علشان الاطراف تبقى حلوة، واللي حابب يزود شوية توم في الاطراف ممكن علشان تطلع برضو طعمها معاكم حلوة. يلا وبعدين هندخلها الفرن اهو تاخد سواها.